عوائدها ناهزت 12 مليار دولار خلال العام الماضي وحده. تمتلك أكثر من 117 طائرة وأكثر من 8 منتجعات، وتتعاقد مع آلاف الفنادق وشركات السفر حول العالم، وتقدر قيمة موجوداتها بأكثر من 6 مليارات ونصف مليار دولار. كل ذلك لم يمنع شركة توماس كوك البريطانية من الانهيار بسبب خلاف مع الممولين على قرض بقيمة 250 مليون دولار. الشركة سجلت خسائر تصل إلى 170 مليون دولار العام الماضي، وتصل قيمة ديونها الإجمالية إلى 1.9 مليار مليون دولار، وتشغل حاليا أكثر من 22 ألف موظف في 16 بلدا، بينهم 9000 موظف في بريطانيا وحدها، أصبحوا جميعهم بلا عمل خلال الساعات القليلة الماضية. تداعيات انهيار توماس كوك تحمل تأثيرا كارثيا على سوق السفر العالمي، فقطاع الفنادق التركي وحده أعلن أنه سيخسر ما يصل إلى 700 ألف سائح سنويا. رئيس السياحة في جزيرة كريت اليونانية قال أن تصفية توماس كوك زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، وأطلقت تسونامي ستصل إلى الجزيرة التي تعتمد على السياحة كمصدر دخل رئيسي. وأشار إلى أن الشركة البريطانية تتعاقد مع أكثر من 70% من فنادق كريت، وأرسلت أكثر من 400 سائح إليها هذا العام، منهم 20 ألفا ما زالوا على الجزيرة. وفور إعلان انهيار الشركة، طلبت السلطات البريطانية من جميع زبائنها عدم التوجه إلى المطارات قبل إبلاغهم موعد رحلات ستنظمها الحكومة لإعادتهم. ويبلغ عدد البريطانيين الذين يقضون إجازات حاليا عبر الشركة أكثر من 150 ألف شخص، إضافة إلى 40 ألف ألماني و10 آلاف فرنسي.